سأتحدث باللغة العربية لأن الكثير من الجمهور السعودي هنا. لدينا في اليوم فرص. We have opportunities today. تكاد أن تكون خيالية. That it seems as if it's. ضخم سعودي. طلب سعودي وديماند متسرب خارج السعودية بحجم يصل إلى 100 مليار دولار. قدرة استثمارية ضخمة جدا مستهدفة بحجم 500 مليار دولار. موقع مميز بين ثلاث قارات بين أهم معابر للنقل الجوي والنقل البحري. مثال على ذلك 10% من التجارة العالمية تمر بجوار موقع من خلال البحر الأحمر. طبيعة خلابة، جبال، وديان، سهول، شواطئ، شعب، جزر. في الشتاء الجبال تكسوها الثلوج، في الصيف جو معتدل أقل بعشر درجات من بقية العواصم والمدن الخليجية. الإرادة السياسية القوية والرغبة والإرادة الشعبية القوية، كل عناصر نجاح موجودة لخلق شيء عظيم وكبير داخل المملكة العربية السعودية. فبعد وجود كل هذه الفرص والمقومات وأرض شبه خالية، بدأنا نفكر لماذا نبني مدينة وزون بشكل تقليدي. لدينا فرصة ننتقل إلى جيل جديد من طريقة الحياة، من المدن، من التقنيات، من الصحة، الخدمات إلى آخره. فبدأنا نعمل مع العديد من الشركات والمستثمرين ورواد الأعمال لبلورة كل هذه الأفكار واستغلال هذا الطلب والقدرة الهائلة لخلق شيء جديد في العالم ونقل العالم إلى موقع جديد. لدينا اليوم مجموعة من الأصدقاء الذي عملنا معهم الفترة الماضية على هذا المشروع. ماسا لدي حلم بأن يبني أكبر شرائح طاقة شمسية في العالم في مشروع اليوم. يريد نبني شيء أعظم من سور الصين العظيم لكن على شكل ألواح شمسية. ستيف أهم صديق من أهم الصديق في العالم، ولا يريد أن يفوت فرصة لأن يكون موجود في مشروع ينقل طريقة الحياة البشرية بشكل مختلف. مارك يريد أن يدخل معنا في تصميم هذا المشروع وتخطيطه لكي يخلق لنفسه ديماند أو لكي يخلق لروبوتاته ديماند كبير جدا في هذا المشروع. يريد أن يكون عدد الروبوتات في هذا المشروع أكثر من عدد البشر. وكلاوس لديه كارير ضخم جدا، ترك كل الفرص الكبرى اللي عنده وآمن بهذه القضية لكي ينشأها ويضع بصمته في مشروع سوف يغير الكثير من المعالم والأساليب في الأرض. ولدينا أيضا كثير من الشركاء موجودين في هذه القاعة وخارج هذه القاعة يعملون معنا بشكل قوي لبلورة هذه الفكرة. فكل عناصر نجاح موجودة لخلق شيء عظيم وشيء جديد. وأهم عنصر لدينا هو الشعب السعودي ورغبة وإرادة الشعب السعودي. الشعب الذي يعيش في هذه الصحراء لديه الكثير من القيم والمبادئ والركائز، لكن لأن عاش في هذه الصحراء لمدة طويلة لديه خصلتين مهمة. الأولى دهاء، هذا اللي جعله يعيش في صحراء صعبة، والثانية عزيمة جبارة تجعله يقاوم أي شيء ويصل لأي شيء متى ما اقتنع فيه. واليوم لدينا شعب مقتنع نعمل معه بشكل قوي للوصول المملكة العربية السعودية ومشاريعها وبرامجها إلى آفاق جديدة في العالم. لكي أختم ما هو نيوم بشكل مختصر، الفرق الذي سوف يكون في نيوم كزون وكالمدينة سوف تكون في داخل نيوم مثل الفرق بين هذا الهاتف وبين هذا الهاتف. هذا ما سوف نعمله داخل نيوم. Your Highness, you have the demand. We know that the people want entertainment, they want
to go and see different places on أماكن مختلفة على المحيط. نحن نعرفه لديكم المال للقيام بهذا الأمر. أنا أعرف أن لديكم الموارد أيضا. أي نوع من الاستقبال تلقيته بهذه الرؤية الهائلة؟ Many things. وأنا أتكلم الموقع بلا شك فيه شمس كافية جدا لخلق أي طاقة نريدها من الشمس. فيه رياح تعتبر من أفضل المواقع أو أفضل موقع في الشرق الأوسط توجد فيه الرياح. أيضا ممكن استخراج 200,000 برميل من النفط في الموقع نفسه، غير الموارد العالية من الغاز في داخل الموقع. فأعتقد أنه الأغلبية طلعوا على خبر إعلان اليوم وقرأوا ما هي 9 قطاعات التي نركز عليها لإنشاء هذا الزون وهذه المدينة في قلب هذا الزون. فهناك فرص كثيرة جدا نعمل عليها، ونحاول أن لا نعمل فقط إلا مع الحالمين، لأن هذا المشروع ليس مكان لأي مستثمر أو أي شركة تقليدية. هذا المشروع فقط موقع ومكان للحالمين الذين يريدون خلق شيء جديد في هذا العالم.